وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا الصيف. أهلا ومرحبا بك أستاذ رضا. بداية، كيف تصفون أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الركبان بعد العاصفة الترابية التي تعرض لها المخيم؟ مساء الخير سيدي الكريم لكم ولجميع السادة المشاهدين. حياك الله. بداية، مخيم الركبان نحن أطلقنا منذ ما يقارب الشهرين حملة لإنقاذ هذا المخيم من قبل أن تأتي العاصفة الرملية، من قبل أن يأتي فصل الشتاء. فالمعاناة في كل يوم تزداد أكثر وأكثر. النظام أغلق معبر الضمير والقاعدة الأمريكية التي هي بجانب المخيم. إذا قلنا أن المخيم محاصر، حقيقة أن المخيم محاصر بشكل مقصود، سواء من قوات النظام. ألو؟ نعم. إذا قلنا بأن المخيم نعم محاصر، فهو محاصر من الجميع حقيقة. مناشداتنا للمنظمات الدولية كانت كما سابقاتها من المناشدات. نعم. القاعدة الأمريكية بجوار المخيم، إن كانوا قد عجزت المنظمات، فبإمكان القاعدة الأمريكية أن توصل لهم المساعدات دون الرجوع لأي منظمة أو دون الرجوع لأخذ الموافقة من النظام، كما أعلن اليوم النظام يوم أمس بأنهم ألغوا الاتفاق بإدخال المساعدات وتأجيلها لوقت غير محدود لأمور أمنية. أي أمور أمنية تدخل في مساعدات إنسانية في مدنيين عزل، أطفال، أكثر ما من 14 شخص قضوا في هذا الشهر لسوء التغذية، لسوء الأحوال الطبية. اليونيسف أغلقت آخر مركزين صحيين لديها، تركوهم كمن يترك إنسان في وسط صحراء، في وسط غابة للوحوش. لماذا تركوهم؟ لمن تركوهم؟ لا أحد يعلم. طيب، أنت أشرت إلى قضية مهمة، وهي أن المخيم يعيش وسط معاناة كبيرة جدا، وألمحت إلى قضية أن الأمم المتحدة قررت تأجيل قافلة المساعدات التي كان من المفترض أن تصل إلى مخيم الركبان. كيف ترون أثر ذلك على النازحين هناك؟ هذا الأمر هم أعطوهم بارقة أمل في البداية، من ثم ألغوا هذا الأمر. حتى النازحون وحتى العاملون في المجال الإنساني فقدوا الثقة بجميع المنظمات، فقدوا الثقة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها الإنسانية والمنظمات الإغاثية. لم يعد لهم مصداقية لدى أصغر طفل من الأطفال السوريين المقيمين في المخيمات أو غيرها. نعم، هناك محاولات من النظام لإعادة النازحين، لماذا يصر النظام السوري على إعادتهم برأيك؟ سيدي الكريم، النظام يريد إنتاج نفسه من جديد، يريد تلميع صورته من جديد من خلال إصدار عفو، من خلال إصدار القوانين التي هي عبارة عن حبر على ورق. يريد استدراج الناس. صرح وزير الخارجية الأردني يوم أمس أو ما قبل أمس بأنهم يريدون عودة اللاجئون إلى مدنهم وقراهم. هؤلاء اللاجئين لو كانوا يريدون البقاء في مدنهم ما خرجوا أساسا، لأنهم يعرفون إن بقوا في مدنهم ما هو المصير. المصير هو إما أن يقتلوا في مدنهم، إما أن يأخذهم النظام ليزجهم في الجبهات ويقتلوا أهلهم ويقتلوهم. هل هذا يعني أنك ترى أن إحكام النظام حصاره على مخيم الركبان يأتي في هذا الإطار فقط؟ نعم 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 سيدي، لا يوجد خيار آخر. النظام يريد أن يظهر للمجتمع الدولي بأني أنا أقوم بإصلاحات، بأننا نعيد اللاجئين إلى مدنهم، إلى بيوتهم. ومن جهة أخرى، بعد أن يأخذ الصورة الإعلامية الجيدة لدى المجتمع الدولي، يفعل ما يريد كما سابقاتها في درعا وفي ريف دمشق وغيرها من اعتقالات ومن قتل ومن زج في السجون. كيف ترون مصير النازحين في حال عودتهم إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام؟ وهل تعتقدون أن القمة الرباعية التي حصلت في إسطنبول يوم أمس قد تغير من أوضاع النازحين؟ شرحت لك بأنه عودة النازحين إلى قراهم ستكون أمام ثلاث خيارات. إما خيار العيش في ظل النظام
وتحت سيطرته بكل معاني الإرهاب التي سيمارسها على المواطنين الذين عادوا. نعم. وهم صامتين، إما الزج في السجون والقتل. طيب. إما الزج في الجبهات ليقتلوا أو يقتلوا أهلهم. ماذا عن القمة الرباعية في إسطنبول؟ هل تعتقدون أنها قد تغير من أوضاع النازحين؟ لا أتوقع، لا أتوقع. فالقمة كانت بمنحة سياسي أكثر، وأتوقع بأن الأمر سيكون ممكن في الشمال، كون تركيا هي من تتبنى أمر الشمال السوري. أما في غيرها، في غير هذا المكان، فمخيم الركبان الذي يعتبر بأنه تابع للقاعدة الأمريكية أو محمي من قبل القاعدة الأمريكية، فلا أتوقع أن يكون له أي، يعني لا يكون أي مساعدة تجاه مخيم الركبان بهذا الصدد. نعم، كان معنا الحقوقي السوري رضا الصيف من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.